بيكم مشاهدينا في حلقة جديدة من أنتي مختلفة مع مي وسارة. أسبوع جديد، أسبوع سعيد على الكل إن شاء الله. زي ما احنا متعودين ان احنا بنبدأ البرنامج بتاعنا بشوية أخبار خفيفة. أول خبر معانا هيكون من نقابة الموسيقيين، وده الخبر اللي في الأسبوع الأخير كان أثار جدل كبير قوي مع كل متابعي السوشيال ميديا ومع كل الناس اللي بتحب أغاني المهرجانات. الخبر ده كان جاي من الأستاذ هاني شاكر اللي أصدر تصريح وقال فيه أنه تماماً مش هينفع يكون في أغاني مهرجانات تاني، مش هيكون ليها أي تصريح. أي مكان هيكون فيه إصدار أي تصريح بأي شكل من الأشكال لأغاني المهرجانات أو لمغنيين المهرجانات، ده هيعرضهم لمشكلة كبيرة جداً. طبعاً إحنا في ناس كتير مع الخبر ده، في ناس كتير جداً ضد الخبر ده، ولكن بس حابين نوضح جزئية معينة فيه، إن الخبر ده كان بسبب عيد الحب. كان في الحفلة اللي هي كانت في الاستاد، الحفلة دي كان فيها أغنية المهرجان اللي هي بنت الجيران اللي كانت مكسرة الدنيا. الأغنية دي فيها جزئية معينة، الجزئية دي هي خمور وحشيش، كلمتين طبعا الأستاذ هاني شاكر اعترض عليهم واعترض على كل أغاني المهرجانات بالكلمات اللي بتكون فيها، وبالتالي أصدر أنه ما ينفعش خالص يكون فيه أغاني مهرجانات بأي شكل من الأشكال نظرا للألفاظ اللي بتكون فيها اللي هي تفشت في المجتمع بتاعنا. معانا الخبر التاني مع مي. الخبر التاني النهاردة معانا عن ظاهرة انتشرت جدا حوالينا وكل أولادنا بيستخدموها، هي ظاهرة التيك توك. الظاهرة دي بدأت ترن أجراس الخطر لما بدأ الأطفال يستخدموا السكول بريكرز أو تحدي السكول بريكرز، وفي معانا فيديو ياريت نعرضه عن السكول بريكرز. إن هما الأطفال بيبقى واقف ثلاثة، يعني ممكن يكونوا سن أكبر شوية اللي هو 15 سنة، بيكونوا واقفين ثلاثة مع بعض وبيحاولوا إن هما يوقعوا الولد أو البنت اللي واقفين في النص بينهم، وللأسف ده بيؤدي إلى الموت المفاجئ أو الإصابات الخطيرة. للأسف الظاهرة دي فعلا حقيقي بتضر أولادنا ولازم كلنا نحذرهم منها، لأن هتكون العواقب مش كويسة جدا. وكمان موضوع التيك توك ده بيخلينا نشوف أولادنا حوالينا ممكن يكونوا واقفين وبيتكلموا وكأنهم بيكلموا نفسهم، والدنيا بتبقى غريبة جدا، ونبص كده نقول يا ترى الولاد دول بيعملوا إيه، بيطلعوا في الآخر بيستخدموا التيك توك. الحقيقة إن دي لو حاجة بتبسطهم ممكن يستخدموها، لكن بلاش التحدي ده، وأرجوكوا حذروا أولادكم وروهم الفيديو علشان نحمي أولادنا كلهم. الخبر الثالث معانا هتقوله لكم سارة. الخبر الثالث معانا هو بيتكلم عن الطيار أشرف أبو اليسر. الخبر ده اللي هو كان من ضمن برضو قائمة الأخبار المهمة جدا في الوقت الأخير، لأن الطيار أشرف أبو اليسر تسبب محمد رمضان في وقفه نهائيا عن العمل بتاعه، وده بسبب أنه هو كان مسافر معاه وطلب منه أنه يتصور معاه في الكابينة بتاعته، ووعده أنه هو مش هيحط خالص أي حاجة من التصوير ده علشان ما يحطوش للمسألة. طبعا محمد رمضان ما التزمش تماما بالوعد بتاعه، بالعكس هو حط الفيديو كمان اللي هو اتصوره جوه الكابينة، وده تسبب في إيقافه نهائيا عن العمل بتاعه. وبعد مفاوضات مع محمد رمضان استهتر للأسف بالموضوع مع الطيار، وطبعا اتطبق عليه القرار ده، وللأسف انه ربنا معاه ان شاء الله يرجع لشغله. بس كمان بنتمنى ان محمد رمضان يحاول ان هو يتدخل في الموضوع بشكل جدي، لان الطيار قال انه محمد رمضان شال ايده تماما من الموضوع. معانا الخبر الرابع وهو عن الأمين العام للأطباء النفسيين العرب دكتور طارق الحبيب. دكتور طارق الحبيب أصدر تصريح بأن إدمان الموبايلات واستخدامها بصورة زائدة عن اللازم أصبح رسميا من قائمة الأمراض النفسية. للأسف كلنا الأيام دي في مجتمعنا طول الوقت ماسكين الموبايل وبنتعلق بيه جدا جدا، وبنكون سايبين كل اللي حوالينا وبنتلخم عن حياتنا الحقيقية وبننعزل إلى عالم تاني. ده بيسبب أعراض توتر وأعراض تانية كتير مضرة، وللأسف ده بقى مضمون من أمراض النفسية. ومعلش يا جماعة نخلي بالنا إن لازم استخدام الموبايل يكون بالمعقول علشان نحمي نفسنا ونحمي عائلتنا. وبكده هنكون وصلنا لخبر تاني سارة هتقوله لكم. الخبر اللي جاي معانا هيكون عن لمة العيلة، قد ايه احنا بقينا كلنا بعيد عن بعض، ما بقاش في ما بيننا اي نوع من انواع لمة العيلة، وده بسبب
التليفونات وبسبب السوشيال ميديا وبسبب حاجات كتير قوي احنا خلاص بقينا عايشين تقريبا جوه السوشيال ميديا. واصدر الامين العام للاطباء النفسيين العرب قرار بيقول فيه انه الموبايل او السوشيال ميديا او الجزئيه دي بشكل عام ضمن قائمه الادمان. يعني دلوقتي ما بقاش الادمان بالنسبه لنا حاجات معينه بس، لا ده كمان دخل فيها الموبايل. طب ليه دخل فيها الموبايل؟ علشان احنا ما بقيناش قادرين نستغنى عنه على مدار ال 24 ساعه، احنا تقريبا بقينا عايشين يومنا كله وحياتنا كلها داخل الموبايل او داخل شاشه الكمبيوتر او داخل السوشيال ميديا بشكل عام. هنطلع لفاصل ونرجع لكم تاني. ورجعنا لكم تاني مشاهدينا، ولسه بنتكلم عن لمة العيلة. لمة العيلة بقت حاجة من الحاجات اللي انقرضت دلوقتي جدا، وبقت مش موجودة خالص لأن الناس اتلخمت وبقت على طول بتتفرج على السوشيال ميديا وقاعدة عايشة حياتها عليها، حتى بتسأل على عيلتها عن طريقها، وللأسف الناس ما بقتش تتقابل زي زمان. يا ترى نعمل ايه علشان نوصل لده، ان احنا نرجع تاني الناس تتقابل والناس ترجع تتزور والناس ترجع تشوف بعض اكتر من الاول، ما يعتمدوش بس على التواصل الاجتماعي عن طريق السوشيال ميديا. معانا دلوقتي مداخلة من دكتورة اسماء مراد، اخصائي علم اجتماع المرأة والوعي الانثوي. اهلا بيكي يا دكتور. اهلا بيكي يا حبيبتي، صباح الخير ليكم جميعا، ومبروك البرنامج الجميل، وبالتوفيق ليكم يا رب سارة ومي ان شاء الله. ميرسي جدا. ميرسي يا حبيبتي. الدكتورة عايزين نسأل حضرتك على ازاي نرجع تاني لمة العيلة، ويا ترى ليه حصل كده وبقت الناس ملخومة عن بعض. بصي، اولا رتم الحياه السريع جدا هو اللي خلى الناس تبقى مشغوله جدا، الاب والام نفسهم مش بيشوفوا بعض او بيهتموا باولادهم بسبب سرعه الحياه ورتم الحياه السريع، وكمان عشان الشغل والامور الماديه اللي بيحاولوا يوفروها لاسرتهم. فبنلاقي كمان ان الاهتمام حتى بالابناء عشان حتى يبقى في تواصل، اهتمام بتوفير الماديات والطلبات اكتر من الاهتمام المعنوي والجلوس مع الابناء والاستماع اليهم. وكمان في لمة العيلة نفسها يا دوب الوقت بيكفي الأسرة، واليوم بيبقوا محتاجين 24 ساعة زيادة على 24 ساعة اللي هم فيها، فمش بيكفي ان هم حتى يتدوروا مع الأقارب ومع الأب والأم نفسهم، مع ان علاقة الأجداد بالأحفاد علاقة صحية جدا لحالتهم النفسية. طيب دكتور، دلوقتي ايه اللي المفروض يعملوه الاب والام علشان نحافظ تاني على لمة العيلة؟ يعني خصوصا كمان ان دلوقتي الابناء بقى صعب جدا ان هم يسمعوا كلام الاباء. طبعا، لان افتقدنا الصداقه وافتقدنا قيمه الاستماع ومصادقه اولادنا، وكمان على فكره السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي والالعاب اللي بينشغل بيها المراهقين والاطفال واللي في الجامعه كمان بتخليهم في انفصال عن الواقع شويه، عايشين في واقع افتراضي، جزء منه افتراضي وجزء منه حقيقي مع اصدقاء وناس حقيقيين. فاحنا المفروض الحل النقطتين اللي اتكلمنا فيهم نبتدي نحلهم. اول حاجه انا عايزاهم في اي تجمع نتفق باتفاق مش بالفرض ان احنا نسيب الموبايلات خالص من ايدينا في الجلسه اللي بنقعد فيها، عشان تبقى لمه عيله سواء في الاسره الاب والام والابناء، سواء في التجمع لما يروحوا يزوروا الجد او الجده او العمه او الاصدقاء نفسهم، نسيب الموبايل ولو ساعه نتكلم مع بعض وبعد كده نبتدي نرد. واعرف اسر على فكره بينفذوا الافكار دي بتبقى حلوه جدا. حاجه كمان مهمه قوي ان انتم منعوا الكلام في الامور اللي ممكن تعمل تفرقه وعداوه، زي الكلام في التعصب في الرياضه في الكروي مثلا، او التعصب في السياسه كل حد ليه اتجاه مختلف. دي حاجات باختلاف الاراء المفروض انه لا يفسد للود قضيه، بس احنا بنلاقي ان في زوج وزوجه بيختلفوا، لو حد اهلاوي وحد زملكاوي مثلا، نلاقي برضه بعض الاصدقاء او الاقارب بيختلفوا لو توجهاتهم السياسيه مختلفه. تمام. الحاجه المهمه كمان حاولوا تمنعوا المشاكل بفرصه ان انتم متجمعين مع بعض، يا اما تروح تزور حد وترضيه الام الاب الاصدقاء الاقارب، او ترجع المهن مجاريها، انا من زمان مش بسال عليكي يا عمته يا خالته يا اي حد، تمام، ونرجع تاني نتواصل معاها، هيحسوا براحه نفسيه. خدي بالك ان التواصل الاجتماعي الاسري ده بيرفع من الروح المعنويه وبيطيل الاعمار ويزيد من الرزق، ده في الاحاديث النبويه. وبعد كده لما احنا نتجمع مع بعض نحاول ان احنا نسترجع الذكريات القديمه بينا، نلعب لعبه جماعيه مع بعض، الحاجات دي كلها بتفتح الفايلات الايجابيه في عقل كل اللي متجمعين ويبتدوا يسترجعوا الذكريات الجميله، ومن ضمنها ان احنا ممكن كمان نستخدم البوم الصور العائلي، شوفوا بابا هو صغير، شوفوا ماما وهي صغيره، شوفوا في الابتدائي كان شكلي عامل ازاي، الحاجات دي لذيذه وفاني وتخلي القعده او لمه العيله فيها نوع من انواع البهجه، فتبقى محببه للناس.
لكن ليه المراهقين بقى مش بيحبوا اللمه دي؟ لان هم بيروحوا يقعدوا في المجلس العائلي متأففين ومتضايقين ومفيش حاجه تشدهم. طب ما انا اعمل لاولادي الحاجات اللي تساعدهم على اللمه الحلوه دي واحببهم في صله الرحم، ما تكونش في الاعياد كل سنه مره، لا نحاول تبقى كل شهر، كل اخر اسبوع، في مناسبه معينه، عند الاحتياج يلاقي حد واقف، بتعزز الترابط الاسري والعائلي. هو زمان يا دكتور كان في حاجات كده بتجمعنا، حاجات معينه يعني الناس كلها كانت لازم تروح لبعض يوم شم النسيم او اليوم في الاعياد، للاسف الحاجات دي بدات تقل وما بقتش الناس تعملها. في رمضان كمان، في رمضان في رمضان لازم يكون مع رمضان. العيله بالظبط. فازاي بقى نعمل البالانس ان هو الناس توصل ان هم بيعملوا الموضوع ده تاني وما يتلخموش بان بالظبط ان احنا نبعت لبعض مسج مثلا او كده؟ بس انا بصي انا ضد قصه المسجات دي، بحس ان هي شويه مش بالعاطفه الصادقه، هي حاجه عامه لكل اللي عندي، ما تختصتنيش مثلا، ما كلمتيني شخصيا فيها. تمام؟ سامعيني؟ سامع حضرتك. يعني ما بعتيش رساله خاصه بيا تهنيني وتكلميني واحس ان انت تواصلتي معايا، لا بحس بالعكس انك ابعد، وان بتبعتي لي رساله وانا وانت بعيد وزي زي اي حد غريب، منها شبه تواصل، ما تواصل ما حصلش تواصل حقيقي بيني وبين اللي بيبعت لي الرساله. قصة ان نرجع الموضوع، لازم كل حاجة، انا اسلوبي احب قوي التدرج والتدريج في اعادة عادة معينة للانسان، واي عادة احنا عارفين في التنمية البشرية بتاخد 21 يوم مثلا، قولي شهر، فشهر رمضان هتلاقي سبحان الله هو شهر فعلا أكثر ناس كتير شهر بتطلع متغيرة. ناس كتير بتطلع متغيرة منه، فانا هاخد شهر معين احاول ابرمج فيه الاولاد، ابرمج اسرتي، زياره كل فتره طويله، بعد كده نقربها شويه، بعد كده اعمل حاجه مشتركه بيني وبين الاقارب او الاسره اللي انا بزورهم دول. انا مش بتكلم في الجو الاسري بس، الاب والام والابناء، لا للاقارب كمان، عشان انا نفسي قوي المراهقين عندنا والشباب يدعموا فكره صله الرحم اكتر من الاول. صح. يبتدوا يعرفوا قرايب، في على فكره المراهقين ما يعرفوش قرايبهم للدرجه الاولى ولا الثانيه، يعرفوا الاسره بس. هو دلوقتي بقى في انتشار اكتر ان دايما كله بيرجع لاصحابه اكتر من عيلته، وبيعتمدوا على الموبايل، وبالنسبه لهم يعني الام اللي بتقول سيبوا الموبايل دي عدوه اصلا، يعني ازاي بتقولي كده؟ ليه مامي مش بدلها؟ والله بصي انا بحب قوي التربيه الحديثه، ولكن بما يناسبنا ويناسب مجتمعنا وديانتنا. تمام؟ الام لازم تكون صديقه لاولادها. انا ضد ان الام اللي بتعنف الاولاد طول الوقت او بتستخدمهم نوع من انواع العبوديه او الرق، الاب او الام، ده ابني انا حر فيه، او ده بنتي انا حر فيها، او دي مراتي انا حر فيها. لا طبعا لازم احترم الحريه الشخصيه للشخص اللي قدامي، احترم ميوله ورغباته. الاولاد نفسهم ممكن يبقى فيه اختلاف في الطباع بين ابني ده وابني ده، او بنتي وابني، او بنتي وبنتي، فلازم نقدر ده. لو انا احترمتهم وقدرتهم هقدر اوصل لقلوبهم وعقولهم ويحسوا بالامان معايا ويحسوا بالاحتواء. وخدي بالك ان المراهقين دول اصلا بيبقى نفسهم حد يشدهم كده وياخدهم في حضنه ويعلمهم، بس هم بيقلقوا وبيخافوا وبيفتكروا ان الاب او الام او اللي بيتعامل معاهم مش فاهمهم اصلا. فمجرد ما انت هتحسي ان انا فاهماكي هترتاحي لي وتحبي تتكلمي معايا، مظبوط؟ مظبوط. هو لازم نوصل للنقطه دي، ان احنا نصادق ولادنا، شوف هم عايزين ايه. مش عيب ابدا اني اعرف اصحاب ولادي ويبقوا اصحابي، لا انا شخصيا بحاول اعمل ده الحقيقه. فانت لما تصاحبيهم بتحترميهم وتقدريهم، في نفس الوقت بتفهمي توجهاتهم، واحيانا بتتعلمي منهم مهارات وبتتعلمي منهم ايه الحاجات الحديثه اللي ممكن ما تكونش في جيلنا. ففي منافع حلوه قوي. ولو انت عايزه ابنك او بنتك المراهقين او الكبار اللي في الجامعه يحبوكي ويبقوا قريبين منك، احترمي اصدقائك. مش ايه صاحبك اللي شكله عامل كده وايه صاحبتك اللي لابسه كده، لا احنا بنحترم الناس انسانيا، وبعد كده نبتدي نقدر لما نكسب قلوبهم نغيرهم ونغير طباعهم وعاداتهم. بنشكرك جدا يا دكتور، ونتمنى نرجع لحضرتك دايما ان شاء الله في استشارات اكتر. متشكرين جدا. مشاهدينا كده وصلنا لنهايه الفقره، وهنرجع لكم تاني بعد الفاصل، ومعانا ضيفتنا مي عزام ومنار مصطفى، مؤسسين ذا ستوديو للحلول التجميليه. ورجعنا لكم بعد الفاصل مع الفقرة الجديدة، وأهم فقرة تقريبا النهاردة عندنا في البرنامج بتاعنا، وهي فقرة عن جمالك. النهاردة معانا مي ومنار، مؤسسي مركز ذا ستوديو للحلول التجميلية. أهلا بيكم. أهلا. كنا عايزين نعرف يعني إيه ذا ستوديو للحلول التجميلية. بصي، هو الكونسبت اصلا كله جديد. هو الكلمه ترجمتها بالانجلش استاتيك سوليوشنز،
اللي هي هو كونسبت موجود كتير في بلاد برا مصر، اللي هو كونسبت البيوتيشنز. البيوتيشن ده شخص بيقدر يعمل خدمات تجميلية اللي هي ما تستدعيش ان هو يكون دكتور او خريج طب، وفي نفس الوقت لازم يكون عنده certain background، خلفية شوية طبية او للهايجين يعني. فكونسبت البيوتيشن ده موجود عامة في العالم كله، لكن هو جديد علينا احنا هنا في مصر. بس هي ده، هو دي فكرة الحلول التجميلية، اللي هي الخدمات التجميلية اللي مش اي حد يقدر يعملها، لازم يكون حد درسها وسيرتيفايد فيها، وفي نفس الوقت مش لازم ان هو يكون خريج ميديكال سكول يعني او كلية طب او كده. هي من اهم الحاجات بقى عندكم منار ومي المايكرو بليدنج، دلوقتي كل الناس نفسها تعمل مايكرو بليدنج، يا ريت تشرحوا لهم كده فكره بسيطه، يعني ممكن منار تقول لنا ايه فكره المايكرو بليدنج وليه الناس تختاره وهو مش حاجه تانية. بصي، المايكرو بليدنج التقنيه نفسها عباره عن خربشه سطحيه خالص على تاني طبقه من الجلد، خفيفه جدا، بتتعمل بلون بصبغه، بنستعمل كلها مواد طبيعيه. هي التقنيه دي معموله لتصحيح الحواجب، حد عنده حاجب اعلى من حاجب، الحواجب خفت خالص لاسباب مرضيه او غير مرضيه، أوكي. سن الميك اب الكتير، الحاجات دي كلها. فالتقنيه دي معموله لتصحيح الحواجب من غير ما تبقى دايمه، من غير ما ندور البشره، من غير ما ندور شعر الحواجب، بالعكس كلها حاجات مفيده. بس عشان الواحد يبقى مبسوط. اوكي يعني. طب وهي ممكن يا مي تقول لنا بتحتاج ريفيل قد ايه، او كل قد ايه يعني الواحد دلوقتي عملها مثلا ازاي، كل فتره يروح امتى يعمل ريفيل؟ اوكي، هو المفروض البيزك خالص ان هي بتتعمل على جلستين، اول جلسه بعدها بشهر او شهر ونص بنعمل جلسه تصحيح او رتوش زي ما بنسميها. اوكي. معظم الناس او يعني حوالي 90% من الناس بتحتاج الجلسه الثانيه، في بعض الناس بتكون بشرتها كويسه وما بتحتاجش تعمل رتوش، وفي بعض الناس بشرتها ما بيمسكش فيها اللون فممكن تحتاج جلسه رتوش كمان مره. اوكي، وبعد كده بقى بيقولوا كل سنه لازم الواحد يستمر حوالي سنه ويخف. اوكي. طبعا سنه دي افريج يعني، ممكن 10 شهور، في ناس طبعا بتقعد اكتر على حسب برضو كل بشره وليها يعني. اوكي، حاجات. طيب كل بنت بتحتاج ان هي تعمل شويه حاجات كده بسيطه قوي تخليها اجمل او تخليها افضل. منار بقى قول لنا ممكن ايه الحاجات اللي ممكن تعملها. بصي دلوقتي في حاجات كتير قوي تخلي البنت ناتشرال بس حاسه ان هي احلى، او حاسه ان هي شباب اكتر، وشها شكله يعني جلوينج، منور اكتر. غير طبعا المايكرو بليدنج، الحاجات للبشره كتير قوي دلوقتي، منها المايكرو نيدلينج اللي هو الديرما بان، الديرما بان او الجولد ستامب، الحاجات دي كلها بتخلي البشره نضره جديده مش قديمه. عارفه لما تصحي كده تحسي شكلك بيل؟ لا، انت شكلك جديد، فيكي حاجه جديده من غير ما تعملي اي حاجه انفيسيف، او من غير ما تدخلي جامد في الحاجات الغويطه يعني. هو الجولد ستامب دلوقتي كله بيسال عليه، يعني يا ريت توضح لنا اكتر هو عباره عن ايه. الجولد ستامب ده قريب قوي من الديرما بان، برضو فكره الابر الصغيره جدا القصيره، عشان الناس بتخاف ساعات من كلمه ابر. بس الابليكيتر نفسه معمول بميه الذهب، الابر دي معموله بميه الذهب، وده من هنا جاي وده ليه افكت، ليه افكت اصلا على السكين تايتنينج، ان هو بيشد الجلد. الذهب لوحده بيحفز الكولاجين برضو ولا؟ يس، بيحفز الكولاجين. هي الفكره كلها ان انت بتعملي زي انجري بسيطه خالص على البشره، فالجسم بيرد الانجري، اي انجري عامه الجسم بيردها ان هو يفرز كولاجين. فلما بيتفرز الكولاجين الطبيعي في البشره بتلاقي بقى ان في نضاره، لو في عيوب بسيطه او خطوط رفيعه ممكن تتحسن. الجولد ستامب بيزيد عليه ان هو كمان الابليكيتور ده بيبقى فيه، تقدري تحطي فيه سبستنس معينه للبشره. اوكي. اكتر حاجه بتستخدم فيه اللي هو الميزو بوتوكس. اوكي. الميزو بوتوكس مش زي البوتوكس، مش بيشتغل على الليفل بتاع العضلات والاكسبريشنز، لا هو بيشتغل على ليفل الجلد من بره، وبالتالي ليه ايفكت هايل في تضييق المسام، للمسام الواسعه، فهو بيخلي زي السكين تو ريلاكس، فالبورز دي بتقفل. طب وهل ده ليه سن معين؟ يعني بصي، هو الحاجات دي في سن من كام لكام؟ يعني فعلا دايما كل بيسأل عن بس أبدأ. هو كل ما السن صغر كل ما بيبقى احسن.
مش صغر أزن أطفال بس اللي هو سن من ستارتنج العشرينات، الحاجات دي بتقلل استخدامك للبوتوكس والفيلرز بعد كده، بتخلي البشرة تفضل يعني تفضل شباب. نبدأ أبدر فده يخلي استخدامنا أقل بعد كده بالظبط. هي الفكرة أن أصلا كل بنت المفروض يكون عندها سكين روتين من أول العشرينات ويمكن كمان من قبل العشرينات، يعني في فترة المراهقة لازم يكون في سكين روتين للأكني. بس السكين روتين زي الكريمز والحاجات دي؟ لا، السكين روتين ده في روتين في البيت وروتين في العيادة. يعني ده في سن صغير يبدا في العشرينات. أوكي. يعني انا بعمل حاجات حتى ان شاء الله كانت تنظيف بشره، ان انا اشيل البثور السوداء او البيضاء او الكلام ده، ما ده من ضمن الروتين اللي انا ممكن اكون بعمله، مش لازم كل شهر، على حسب انا وبشرتي واحتياجها. أوكي. ممكن كل شهرين، ممكن كل 3 شهور، بس لازم يكون في روتين، ومش لازم تبقى حاجات عميقه قوي، زي بقول لك مجرد تنظيف البشره بيفرق. طيب دلوقتي بيكون في بقع بتيجي احيانا نتيجه الشمس او نتيجه الاحتكاك اليومي العوامل الخارجيه، البقع دي او البثور اللي بتكون موجوده في الوش دي بيكون ايه العلاج بتاعها؟ برضو لازم يكون العلاج بتاعها تجميلي ولا ممكن حاجات نستخدمها في البيت كريمات عاديه؟ طبعا هو الاحسن في الحاجات دي انها تبقى حاجات علاجيه. في كونديشنز لا، هي لازم تروح تشوف طبيب جلديه. يعني في بعض الحاجات التانية ده موجود عندكم في عيادة التجميل اللي هي تابعة ليكم؟ عندنا دكتور سيرتيفايد في السكين كير، وعندنا دكتور تجميل. اوكي. في لكن الحلول اللي احنا بنقدمها عندنا مش يعني مش بنوصف دواء، مش بن فاهمه اقصد ايه؟ في بعض الحالات لو الحاله شديده لا، هي محتاجه تروح لحد يعملها تحولوها لحد بالزبط. متخصص اكتر. يكون متخصص اكتر. في بقى بعض الحاجات لو انت بتتكلمي على مثلا اثار حبوب، بقع غامقه، الكلام ده مجرد تجديد البشره اللي احنا بنعمله زي عن طريق الديرما بان او المايكرو نيدلينج او الكلام ده، مع الوقت طبعا بيحسنها كتير. وده اللي انا كنت بقوله، ان الواحد محتاج يعمل الحاجات دي من بدري شويه قبل ما الحاجات دي تطلع، يعني خلي بالك ان بقع الشمس بالظبط، بقع الشمس دي بتطلع بتيجي كده فتره وتروح ظاهره كتير قوي، او البقع الغامقه او النقط السوداء، كل ده لو ابتدينا عملنا الروتين بتاعنا من اللي هو في العياده التنظيف او اللي في البيت مع بعض بيقلل ظهورها بكميه كبيره جدا. طيب احنا هنشوف مع بعض بقى الصور دلوقتي، يا ريت ناخد رايكم كده ايه اللي حصل هنا. ده مايكرو بليدنج مظبوط؟ اوكي، ممكن نشوف صور تانية عشان نشوف السيرفيسز. ده مايكرو بليدنج برضو. طبعا هو الفرق بين الصورتين، اول الصوره الاولانيه طبعا الايفكت بسيط جدا. اوكي، ودي احلى حاجه في المايكرو بليدنج. وعامه ده يعني احنا دايما بننصح الكلاينتس بتوعنا انه حبي شكلك، حسنيه بس حبيه، ما تلغيهوش، ما يتغيرش تماما. اوكي، يعني لان انا مهما عملت دايما لما ببعد عن الحاجه الطبيعيه تماما صدقيني عمرها ما بتبقى احلى. فعلا صح. هنشوف صور تاني. ده مايكرو بليدنج برضو هنا. هو مثلا تخنوا الحواجب ولا هنا؟ طبعا الحواجب كانت خفيفه، وفي حاجب تقريبا جزء اللي ورا فيه مش موجود خالص. وده طبعا من الانتنشنز بتاعت مايكرو بليدنج، لان احنا بيجي لنا حالات مرضيه زي حالات الثعلبه، او طبعا المرضى الكيماوي. أوكي. فبيكون مثلا فيش حواجب او حته كبيره من الحواجب واقعه، فده برضو بيكون حل كويس قوي وبيحسن حالتهم النفسيه طبعا. أوكي. طيب مي ومنور، انتوا بتشتغلوا المايكرو بليدنج بايدكم صح؟ بايدينا. اوكي. ويعني ايه بقى النصايح اللي تقدموها للناس عشان الموضوع يبقى فيه هايجين او كده، ولا هم مش عليهم اي حاجه غير ان هم يجوا المكان وانتوا عليكم الباقي؟ لا، احنا علينا الهايجين. الهايجين الناس ما تشيلش هم، الناس بتخاف من العدوى او الحاجات دي. الناس لما تروح اي مكان اهم حاجه ان هي تتاكد ان الابره اللي بتستخدم مقفوله سترلايزد، مش حاجه محطوطه في جهاز تعقيم مثلا، لا هي متجابه مقفوله وبتتفتح قدامها، بتستخدمها الارتست وبتترمي في اخر الجلسه. اوكي، ما حدش يقول لك لا ده انا معقماها. ما بتتعقمش الابر اللي بتلمس الجلد، ما ينفعش تتعقم، دي اهم حاجه هم لازم يبقوا متاكدين منها بالظبط. طيب يا ريت لو نشوف برضو صور الرموش. انتوا عندكم تركيب الرموش وفي حاجه تانية اسمها لاش ليفتنج، ايه الفرق بينهم بقى يا مي؟ بصي، هو في تقنيتين لتكثيف الرموش. اول حاجه اللي هي المعروفه اكتر اللي هي لاش اكستنشن، دي بتكون بيتركب شعره شعره على كل رمش لتطويله.
وطبعا على عكس المفهوم السائد ان هي بتقعد 6 شهور وبتقعد سنه وبتقعد 3 شهور، ده مش حقيقي خالص وما فيش حاجه اسمها كده. اوكي. لانه السايكل بتاعه الرمش عامه من 4 ل6 اسابيع، فانت رمشك الطبيعي كل 4 و6 اسابيع بيقع ويتجدد. فمهما اللي كان عليه هيقع خلال 4 ل6 اسابيع وخلاص. أوكي. عمرها ما هتقعد اكتر من كده. ده بالنسبة ليه اللي هو الاكستنشنز. الليفتنج معناها رفع الرموش، هي هنا ما بنحطش اي رموش من بره، هي بتعتمد على رموشك الاساسية. بس ان احنا بنعمل لها زي كيرلينج، او يعني بتبقى ملفوفة اكتر او تديكي بالظبط، فتظهر اكتر مرفوعة اكتر، وكمان بيبقى لونها اغمق كانك حاطة ماسكارا، نفس افكت الماسكارا، وبيقعد حوالي شهر. طيب وهي الماسكارا بقى ما ينفعش تستخدم بعد الحاجتين يعني؟ لا، في اللاش ليفتنج تقدري تحطي ماسكارا عادي. اوكي. لكن في الاكستنشن اصلا مش بتحتاجي، لان يعني الايفكت بتاعها. طيب تمام. دلوقتي كل ست معانا بيبقى عندها مشكله بتاعه التجاعيد، بتبدا تظهر معاها في سن معين وبتزيد شويه مع الوقت، ازاي تقدر تسيطر عليها او ايه الحلول بتاعتها؟ ما هي ان هي تعمل روتين من وهي صغيره قبل ما التجاعيد دي تظهر. دايما ده الحل، دايما ده الحل. اصلا لو ما بتظهر، لو ما بداتش في بقى الحلول اللي هي الانفيسيف اقل شويه او مش حاجه قويه قوي، اللي زي ما قلت لك المايكرو نيدلينج بيقلل قوي الفاين لاينز، الخطوط اللي هي لسه ما ابتدتش تعمل حفر، الخطوط الصغنطوطه خالص اللي بتبقى باينه دي بتقلل من سن البنت، بتخلي شكلها سنها اصغر شويه، وفي نفس الوقت لما بتمشي عليها بتستمر عليها فتره بتقلل قوي ظهورها في المستقبل. طيب. بحيث ان هي لما بتظهر بعد كده ونضطر نلجا للبوتوكس، زي في خطوط بقى بتبقى خلاص حفرت وبتضطري تلجئي يعني للبوتوكس بالظبط، وده برضو البوتوكس ما يعني مفيش اي مشكله يعني. البوتوكس عشان احنا بنتسال السؤال ده كتير قوي، هو انا ابدا اصلا حاسه ان انا صغيره على البوتوكس؟ لا، البوتوكس بالذات ملوش سن، هو مش كل الناس تعبير وشها زي بعض. في ناس بتكون عضلات وشها قويه جدا وبالتالي بيظهر عليها الخطوط التعبيريه في سن صغير، فممكن يحتاج يبدا ابدر يعني. بالظبط. فالخط التعبيري ده كل ما بتسيبيه اكتر بيبقى ديب اكتر، بيبقى صعب انه يتملي احسن، فنتيجه البوتوكس ممكن مع الوقت ما يجيبش نتيجه. يعني هيجيب نتيجه بس مش الخط مش هيروح تماما. فهو ملوش، البوتوكس بالذات، الفيلر معظمه تجميلي يعني، لكن انا بشوف ان البوتوكس علاجي اكتر، لانه انا لما بيكون عندي خط هنا مثلا وحافر جامد ده يتعمل في اي سن يعني. تمام. بس احنا دلوقتي في المجتمع بتاعنا ان البنت تبدا من سن صغير قوي، اظن ان هي هيبقى فيه معارضه شويه، فاحنا بنتكلم بقى ابسط الحلول. البنت اللي مش قادره انها تروح لعيادات تجميليه ممكن ان هي تعملها تحافظ بيها على جمالها او على بشرتها، ممكن تكون ايه؟ بصي، هو احنا زي ما قلنا بالنسبه للبشره وعامه كل الحاجات، اولا بيبدا اصلا من جوه الجسم، ان هي مبدئيا تهتم اصلا باكلها، تكون بتاكل اكل صحي، لو تقدر ان هي تاخد فيتامينات كويسه، تلعب رياضه، تنام، تاخد فتره كافيه من النوم. عامه العيشه بشكل صحي بينعكس على وش البني ادم. دي اهم نصيحه من غير ما تحط حاجه خالص، واكتر نصيحه اقتصاديه وفعلا بتفرق. طيب دلوقتي انتوا بتقدموا برضو السامي بيرمننت ميك اب، ان الناس تبقى عندها تظبط اللبس، الاي لاينر، دي ممكن تشرحوا لنا عنها اكتر؟ ده جهاز بيبقى هو سامي بيرمننت، هو قريب قوي من فكره التاتو، بس هو مش دائم. حاجه بتقعد فتره وبتروح، بتبقى عباره عن لون زي جهاز التاتو كده، بيتحط بيه لون على الشفايف. اوكي. بيغير درجات مثلا، بنختار في كل الدرجات. وفي تصحيح يعني، في ناس كتير، بنات كتير قوي بتشتكي ان شفايفها غامقه او زرقاء. ده عايزين يخلوا اللون ناتشرال بالظبط. في الميدل ايست ده كتير قوي، فبيحاولوا، بنحاول ان احنا من غير ما نحط لون قوي، بس انها تصحى الصبح ما تحسش ان شفايفها محتاجه عليها حاجه، مجرد انك تصحي صبح حاسه ان انت شكلك فريش، لون شفايفك حلو، مورد زي ما بيقولوا، بنسميه توريد الشفايف. اوكي. والاي لاينر نفس الفكره، ان انت تصحي الصبح قبل ما تجري تحطي اي لاينر، لا خلاص انت صاحيه عندك ممكن لاش لاينر الرفيع ده كانك مكحله عينيكي، وبرده بيبقى سيمي بيرمننت، مش بيقعد، مش دائم يعني، بيروح، بياخد فتره وبيروح. تقريبا الفتره قد ايه؟
حوالي سنة، احنا دايما بنقول حوالي سنة، بس برضو زيادة بتزيد او بتقل على حسب البشرة وعلى حسب السكين روتين بتاع البنت. كل بنت بتحط ايه على وشها اصلا، وشها اصلا دهني ولا لا، المسام بتاعتها مفتحه ولا لا، بعمل تان ما بعملش تان، نوع شغلها، بتشتغل في موقع، بتشتغل في مكتب، على حسب، بتتعرض لاضاءه كتير، كل الحاجات دي بتفرق قوي في عمر السيمي بيرمننت ميك اب. طيب والكاربن ليزر بيلينج هو بيتعمل عشان يقلل المسام فعلا؟ ليه افكت على المسام، بس لو احنا هنتكلم يعني لو انا عايزه حاجه للمسام الواسعه فهو اول حاجه جولد سام. اوكي الكاربن ليزر بيل ليه طبعا مميزات كتير، منها السكين ريجوفينيشن اللي هو تجديد عامه البشره، هي اي حاجه بتجدد البشره بيبقى ليها افكت كويس على المسام الواسعه. اوكي طيب دلوقتي لو حد جاي مثلا عندكم في السنتر وهي مش عارفه تعمل ايه، بتقول انا عايزه اغير من نفسي، ايه اول حاجه بترشحها لها بقى؟ لا اول حاجه بنسالها انت ايه اللي مضايقك، يعني ايه اللي مضايقك، انت بتصحي الصبح حاسه انك ايه، لونك مش عاجبك، شفايفك مضايقاكي. في ناس كتير قوي تقول لك ايه، انا حاسه ان شفايفي رسمتها مش مظبوطه، بتضايقهم، انا حواجبي مش على نفس الليفل، بشرتي حاسه ان انا شكلي قديم. اوكي فديبندز على هي حسب ايه، زي ما مي قالت اهم حاجه انك تبقي حابه نفسك، فانت هتحبي نفسك لما تشيلي المشكله اللي مضايقاكي، وممكن على فكره ساعات المشكله ما تبقاش موجوده بجد بس هي مضايقاها. اوكي فلازم نشتغل على الحته دي، ننصحها بقى على حسب، بنوجهها بقى في انهي سيرفيسز الاول وبعدين نشوف جوه المنطقه دي هنعمل ايه يحل لها المشكله. تمام منار ومي بنشكركم جدا، والحقيقه استفدنا منكم كتير قوي. شكرا ليك منار، شكرا مي، شكرا جدا، ميرسي ليكم. مشاهدينا وصلنا لاخر حلقتنا، وان شاء الله نشوفكم في حلقه جديده مع انتي مختلفه.